ولا أهل. أحمد، ليش محاضرتكم الواي أوف الان زائد الواي أوف الان ناقص واحد زائد يساوي لي إكس أوف سامبينج، ماشي؟ صار. هاي شلون حولها زد ترانسفورم؟ قلنا اللي ما بيها شفتين هي شو تساوي لي واحد زائد زد ماينس 1 ويساوي لي اكس زد ماينس 1 ايضا هاي لا ماينس 1 ماشي؟ هذا السؤال بعدين اخذنا عليه هاي انت تساوي لي واي اوف زد وهاي الاكس اوف زد لان هاي حولناها هاي نال اكس اوف ماين حولناها لزد ماينس 1 اكس اوف 1 ناقص 1 اي يا اكس اوف 1 متخذنا هاي صارت بعدين طلعنا على الاتش اوف زد قلنا شو يساوي لي هو الواي على اكس بدو اخذنا الانفيرس هذا اول سؤال السؤال الثاني خلينا بالبارشل فراكشن أبو العروسي لما زد أكبر من رقم واحد مرة زد جتنا أصغر من واحد على ثلاثة أتذكر مطلق الزد إيه مطلق الزد وهاي مرة واحد مرة واحد ثلاثة قلنا هاي تأخذها واحد هي حسب القوانين الستة هنا مطيك عروسي فترجع المن ترجع العمود العروسي شوف يا معادلة تنطبق عليها تصير زد أكبر من واحد ترجع الدور صارت زد اصغر من ثلاثة واحد على ثلاثة شوف يا معادلة اللي هي الشرط مال الرؤوسي اصغر من تقييمة معينة تاخذ الدور هذا شنو قلنا هاي فسخها يعني اول طرف حلها بهاي ثاني طرف حلها بهاي هذا ماشي لان السؤال ينفذ اليوم عندنا تطبيق الكونفوليوشن باستخدام زد ترانسفورم احنا الكونفوليوشن اتفقنا عليه هي عملية ضرب اشارات اذا اريد الاوتبوت مال اي سيستم فراح نضرب الانبوت بالترانسفير فونكشن مال السيستم هنا ايش مطيني اريد الكونفوليوشن مني ومطيني الاكس اوف زد أنا تعودنا بالكونفوليوشن أعطيك إكس أوف إن أعطيك تايم دومين مو واحد اثنين خمسة ثلاثة أو أقول لك مثلا الإكس أوف الإن شو يساوي؟ يساوي لي واحد اثنين خمسة ثلاثة للإن أكبر أو تساوي صفر هاي شلون أمثلها؟ سهل واضح إنه صفر أسهم هنا شنو؟ لا صفر أول واحد لأن أكبر تساوي صفر صفر ناقص واحد زين فهاي التايم دومين مو بالكونفوليوشن هاي إكس أوف زد هاي شلون راح نحلها؟ ناخذ الانفيرشن ناخذ شنو؟ حتى الانفيرشن شنو فائدته مال زد ترانسفورم؟ التايم دومين يرجعنا لوين؟ للتايم دومين فآخذ شنو؟ زين هذه الاكس اوف زد شو تساوي لي؟ تساوي لي واحد على واحد ناقص واحد على اثنين زد انفيرس مو في واحد على زد مو هاي شلون احولها؟ وهاي شلون احولها؟ مين يقدر يقول لي؟ شو تساوي هاي السنة؟ ترى الانفيرس شغلات الانفيرس يرجعون للجدول قارن لهاي ويا المعادلات العدية شوف لوين ترجع هذا الانفيرس هنا ما نعطيك ار او سي هنا انت مخير تاخذ اكبر الوسط هنا ايش راح يساوي؟ واحد على اثنين اس ان واحد على اثنين اس ان للي ما حافظ الجدول عندنا قانون الاي اس ان باليو اوف الان شو يساوي لي؟ هذا التايم دومين زد دومين مالته واحد على واحد ناقص اي زد انفيرس هنا وين الاي؟ واحد على اثنين زد في هاي شلون احلها؟
تسحب تطلع الإشارة الموجبة. واحد على واحد ناقص واحد على أربعة للزيت انفيرس. قلنا ليش نوخر الموجب؟ لأن القوانين الستة كلهن وين؟ المشابهين تنطبق. اللي تشوفها بالضبط هي تنطبق القانون. فلازم تسوي شنو؟ سالب. هنا طلعت شنو؟ طلعت السالب عامل مشترك. هسه هاي شلون راح احولها؟ سالب نفس ياهو. ويساوي لي هاي واحد على اثنين و سين تنزل باليو اوف الان تنزل في ايش قد اخذ القيمه ماينس اللي بين القوسين راح تمثل ايش تمثل مثل الاي اس ان باليو اوف الان هسه وصلت الى ايش طلعت لي هنا طلعت التايم دومين مو هاي الاكس اوفن اقدر اطبق الكونفوليوشن ها؟ كان مسوي زي ريزولوشن؟ ايه الكونفوليوشن وين طبقنا عليه من تايم دومين بالسؤال شو طيتك؟ طيتك اكس اوفن فانت مجبور وين ترجعها؟ المن للاكس اوفن شلون ترجع للاكس اوفن عن طريق الانفيرس يعني مساحه نرسمها ودور شو اسمه؟ ايه واحد على اثنين هي بالموجب بس الانفيرس شنو؟ ترجع لمن؟ للجدول هذا مخطط حلك الدور من الاكس اوف ان طلع الكونفوليوشن هاي نجي قانون الكونفوليوشن قانون الكونفوليوشن x of 3n اللي هي الاوتبوت شو يساوي؟ دي سميشن ال n يساوي لي ماينس انفينيتي للانفينيتي لل x2 of ال n ماينس k هاي k هنا. هذا رجع x of n في h of n ناقص k. مو هنا ما عندي h. يعني غير كم باي x of n؟ اعتبر هاي h of n. شلون اعتبرها؟ نفس الشيء هو رمز يعني هذا رمز سواء سويت انبوت سواء سويت سيستم سواء سويت اوتبوت يبقى رمز بس دائما نريد نحسب شو الاكس اوف 1 والاكس اوف 2 مو هذا قانون الكونفوليوشن مالتنا هسه وين الاكس اوف 1 وين الـ x of 2 هذني مو عملية ضرب إشارتين مو صح هاي الإشارة الأولى هاي الإشارة الثانية هذني الـ x of 1 of الـ n شو تساوي واحد على اثنين أس n باليونت ستيب الـ x of 2 للـ n ناقص واحد على أربعة بس ان باليو اوف ال ان من راح تثبت من راح يشفتها الاكس اوف 2 مشفته مو هاي وهاي ايش فيها تثبت زين الحدود تبقى من ماينس انفينيتي لانفينيتي بما انه عندي يونت ستيب اذا من الصفر زين بس انا عندي شنو يونت ستيب محدده واحد على اثنين اس ان لو كانت اليونت السير فقط اذا من الصفر المن بس احنا ايش عندنا بالقانون مثل بالناتج اس ان فاذا النهايه شنو؟ ان واضحه؟ وين اللي هاي ثابتة مو؟ واحد على اثنين أس إن باليو أوف الإن تلاعبت فيها كما هي نزلت. صح نحضر حدود غير نشوف نشيل اليو أوف الإن؟ ها؟ أنا نحضر حدود غير نشيل بعد اليو أوف الإن؟ إي بس دقيقة أبدأ أوضح لك شو
هاي شو اسوي لها؟ الاولى ثبتت، الثانيه تشفت، شلون اشفتها؟ ها؟ لا لا ليش؟ القانون بعد قانون واحد على اربعه تشفت ناقص واحد اي شلون اشفتها؟ بس هذا القانون شنو الـ x of 2 n ناقص k وين الـ x of 2؟ اي هاي نعوضها u of n ماينس 1 على 4 n ناقص k زمن يشفت طبعا هاي في u of n ناقص k احنا عوضنا الحدود اذا هاي بعد ما لها حاجة زين هسه صار الشغل شنو؟ رياضيات بعد. ليه هنا اكو واحد ما فاهم؟ ها؟ اي ايش عندي؟ اذا يود سيف فقط وحد هي، هاي حدودها منين؟ من صفر الى البيت، مو متفقين احنا هيك؟ زين شكو هنا؟ واحد على اثنين اس ان. هذا التايم. هذا تايم دومين، قلنا احنا الان شو تمثل؟ بس هذا مو يعتبر امبليتيود اللي هو وجهه احنا غير هذا التايم مالته الامبليتيود بالنسبه لي زمن لليو هذا الان هو ديسكريت تايم ما عشان قايل لكم اياها الان كل ان شنو؟ والتي سيتوها كونتينوس تايم فعلا هو اصلا محدده هي داله محدده للان فلما شنو الانفينتي تروح من الصفر للان هاي شو اسوي لها هسه؟ من قوى الرياضيات؟ اقوى مني هاي اقدر ابسطها هاي؟ شو تصير؟ سوى واحد على اثنين اس ان خل اطلعها برا كي يساوي نص صفر مو عنده ضرب تجمع الاسس بعد شو اسوي؟ أول شيء هاي اسكيب. سيد أبو الأس أنا نطلع برا. نخليه من ناقص اسكيب بالسميشن. شلون يعني؟ شو قوم حل ياها؟ يطلع ويلي ويلي. هاي كيب. جابوا الكيب. ها؟ شو اسوي هسه؟ لا اسال يبقى والكي يطلع برا ويا ويا اي ها؟ كان يسال واحد ناقص واحد على اربعه بعدين احنا نكون شو نوصل علما؟ ايش عندنا؟ الحدود مين؟ عندنا معادله من صفر للان مو هذا اللي ستين بدلتكم وياهم سجل والله فيه
لا خذ من اثنين. تذكروا هاي المعادلة؟ ماشي؟ سي سي أس إيش قلت؟ سي أس زاد واحد ناقص واحد. وعندنا شنو؟ الفورمولا الثانية يا هي؟ ها؟ سي أس إن شو يساوي؟ فأنا بدي أوصلها لهنا. ليش مو بالجواب؟ أنت شو تقول؟ ليش؟ لأنه حدود ما تتحدى الألف. فهنا لازم وين نوصلها؟ واحدة من ذني، هاي ما تفيدني. يلا هسه من يقدر يحل لي اياها؟ زين. وشي قبل نطلع هذا الشخص شو يساوي؟ يسمونه كي يساوي صفر للين، هذا واحد على اثنين اس كي مو في ماينس واحد على اربعة اس ان في ماينس واحد على اربعة سالب كي. اقدر اطلع عامل مشترك من ذني؟ لازم شو اسوي اطلع عامل مشترك؟ انزل هاي نسويها كي. هاي مو واحد على اثنين هسه ارجع هاي كي وهاي ايش قد تصير؟ ناقص كي في ايش قد؟ هذه راح تطلع فورمولا الان صارنا صفر الى ان سي اس ان شو يساوي لي؟ سي اس ان زائد واحد ناقص واحد على صفر. وين هالسي؟ هاي. فش تصير؟ هاي خمسة بالعشرة ناقص واحد على اربعة اس كي في الماينس وان على اربعة اس ان زائد واحد ناقص واحد على ماينس واحد على اربعة. ماشي؟ واضحة؟ احنا شهدنا طيت الاكس اوف زد خدناها انفيرس عن طريق الجدول وصلنا للاكس اوف ان. وين الاكس اوف ان؟ ويساوي لي واحد على اثنين اس ان بديو اوف الان في ماينس وان على اربعة اس ان بديو اوف الان. وين الاكس اوف ان هاي؟ شو اريد لها؟ اريد لها الكونفوليوشن. قانون الكونفوليوشن ماينس انفينيتي للانفينيتي. اول شغلة بيش معادلات لازم تحدد تدني ولازم توصل الحلين طريقين. اما للسي اس ان اللي هي انفينيتي او اس ان
اسحب. هاي خطتك للحل حتى ما تضيع ما تشتت افكارك. بحل هيك معادلات لازم توصل لمن؟ اما للعين او للانفينيت. لازم توصل المعادله بطريقه رياضيه تدني معادلتين. هاي شلون تخلص منها؟ اول شيء عندك الاكسر اوفلين شبيهه يونت ستيف. اليونت ستيف هي حدودها الطبيعيه من صفر للانفينيت. هاي صفر لكن ما يصير خلي الانفينيت. ليش؟ لان هي اليونت ستيف محدده بالعين. وانا اخليها خلي لها. بس احنا بالكونفوليوشن لازم اكو واحدة من المعادلات نشفتها. اي بالكونفوليوشن احنا بالرسم شخذنا واحدة ترسمها وتثبتها والثانية ايش فيها؟ تقلبها وتشفتها ودورة تمرنها على الاشارة الثابتة. فهاي نفس الحالة. هذه اي واحدة تثبت هاي تثبت هاي نفس الشيء. هذني الارقام اذا اختلفن بينا هاي مجرد ارقام هي لا تلا ماشي؟ فاحنا ثبتنا ثبتنا هاي وشفتناها الماينس واحد على أربعة للأن ناقص كي. هذا للأن ناقص كي. ها سالب واحد على أربعة سالب كي وين هذه؟ ها سالب واحد على أربعة سالب كي واحد سالب واحد على أربعة سالب كي. إيه 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 ناقص كي مو سالب كي. ها مفتحنا الضرب ولا صار ولا طلع ثاني اثنين على المشترك اسكي. هسه هذه فتحناها وراها شو طلع يا هلا عامل المشترك الكي. بس شو تسوي هذا تخليه بالمقام تنزل يعني تصير كي حتى تطلع هذا عامل مشترك. صارت عندي اخر شيء سي اس ان. سي اس ان هذه قيمة معينة مضروبة بياهو مضروبة بالسي. واضحة؟ فهسا الخطة ما حلك شنو هاي؟ هاي الخطة الأولية حتى توصل التانجرة. الخطة الثانية هاي انه تتخلص تخلي تعوض حدود السميشن وتوصل لوحدة من ذن الفورمولا. بما انه انت صار عندك شنو؟ اذا وين لازم توصل؟ للها هنا فورمولتين، اما انفينيتي او ان. الانفينيتي سي اس ان شو يساوي لي؟ سي اس ان زائد واحد ناقص واحد على سي ناقص واحد. هذيك لا، واحد على واحد ناقص السي. والجدول لا تخبطون به، الجدول تستخدمون فقط بالانفيرس. من اللي تتحول من تايم دومين الى زد دومين وبالعكس. عندك شنو؟ اكس اوف ان اتش اوف ان. الاكس هي لونجوت مو؟ هذه. والترانسفير فانكشن شنو هي؟
هاي لك اوفن وهاي لك اوفن. شو يقول لك؟ يقول لك حدد لي كونفوليوشن مال ذني سيكونس ثرو زد ترانسفورم. ثرو زد ترانسفورم يعني حول الزد بعدين. اذا ما قلت لك ثرو زد ترانسفورم انت مخير يعني، راح تروح حل بها طريقه الرسم، انه ترسم هي تطلع اول شيء بدايه الفتره الزمنيه مال الاوت بوت عددها انها ايش قد الكلي وتور تشتغل. هنا ايش يقول لك؟ ثرو زد ترانسفورم شلون راح ناخذها؟ بعد اسهل من طريقه الرسم. شو اسوي؟ مجبر انا شو اشتغل؟ زد ترانسفورم. هاي شلون احولها لزد ترانسفورم؟ اول شيء الاكس اوف زد شو تساوي لي؟ بس الصفر من وين يبدي؟ مثل هذا صفر وهذا صفر. يلا هسه شلون احولها؟ زائد 2 زائد ايش قد؟ زائد 4 زائد صفر. هاي راحت 5 بالعشرة زائد 2 سالب 3 زين. الاتش اوف زد 2 زائد 2 زائد زائد ناقص 2 زد ناقص 3. ايش طلعت؟ طلعت الاتش اوف زد هو كل السهم خطوه واحده مو اكثر. هاي تتحول لهاي تايم مين من الصفر وامشي. قلنا من نحول تايم دوم الى زد دوم ما بعد صفر شنو؟ سالب 1. زد والسالب 1 زد والسالب 3 هاي صفر هاي سالب 2 هاي 5 بالعشره هاي زد والسالب 3. الكونفوليوشن شنو؟ عملية ضرب؟ ايش هابتي؟ الواي اوف زد ايش راح تساوي؟ حسب هاي المعادلة. هذه الاتش اوف زد مو؟ وهاي الاكس اوف زد. انا شريط. ايش راح تساوي لي؟ هاي في هاي. الاتش اوف زد في ايش قد؟ في الاكس اوف زد. اعوض وين الاتش اوف زد؟ 2 زائد 2 زد انفيرس زائد 2 زد انفيرس 2 زائد زد انفيرس 3. الاتش اوف زد وين؟ الاكس اوف زد هاي في 2 زائد زد انفيرس 1 زائد 5 بالعشره عمليه ضرب اشارتين الاشاره الاولى والاشاره الثانيه. شلون احل هاي؟ اسهل منها ماكو، افتح الاقواس فقط. فتح اقواس عادية. يعني اضرب كذا. اي تفتح الاقواس. الطرف الاول في القوس الاول كله، الطرف الثاني الان توصل الى نتيجة. شلون متوصل؟ هي سلوية اوف زد ايش راح تساوي؟ اثنين واحد افتح لكم الاقواس؟ لو ما بيها شيء. ها؟ احلها؟ هاي شنو؟ فتح اقواس اعتيادي. ايش راح تطلع؟ تطلع اربعة. راح افتح. يلا 2 في 2 ايش قد؟ ردوا لي زائد 2 زد اس ناقص 1 2 زد اس ناقص زائد 1 يعني زد اس ناقص 3 زائد 2 هاي 2 زد في 2 4 زد اس ناقص 1 زائد اي اي بعدني ليش طرد 2 زد اس ناقص 2 اول شيء هذا في هذا 4 زد السالب 1 الدور هذا في ياهو 2 زد اس ناقص 2 زائد هذا في الاخير زد اس ناقص 4 مو؟ زين وين وصلت؟ وصلت لهنا هذه في هذه 2 زائد هاي في هاي زد ناقص 3
زائد 5 بالعشرة 5. بعد لي الطرف الأخير زائد هاي في هاي 2 زد أس ناقص 3 زائد هاي في هاي زد شقد هاي في هاي زائد 5 بالعشرة زد أس ناقص 6. فتح أقواس احتيادي شو أسوي؟ هسه أبسط هاي السالب واحد يوم يا جماعة 2 بأربعة شو يصير؟ 6 زد سالب 1 زائد سالب 3 وين اكو واحد يشابهها؟ هاي 1 وهاي 2 زد وهاي شقد؟ 2 4 4 زد سالب 3 عملية جمع اعتيادية زين هاي رحنا خلصنا منها هاي ناقص 2 وهاي شقد؟ ناقص 2 شو راح يصير؟ 4 زد ناقص 2 زائد وصلنا وين اللي هنا؟ زد أس ناقص 4 وين بعدك وحدة؟ هاي شو تصير؟ 2 زد أس ناقص 4 زائد بقالي 5 و 6 5 تنزل نفسها لا ماكو واحد يشابهها حتى اجمعها وزائد 5 بالعشرة ايش طلعت لي؟ طلعت لي X أو Z الكونفولوشن يطبق على X أو Z وعلى X أو Y على تايم دومين شو حول؟ سلكس اوف شو تساوي؟ يلا ها اي 6 وين سالب؟ لا هاي سالب 3 هاي سالب 2 اذا 4 تجي سالب 3 4 سالب 4 2 وسالب 5 5 بالعشرة وذيك 5 بالعشرة وهذا صفر لا لا هذا صفر واضحة؟ فتح أقواس احتيادية شنو يعني سبب موجب يمشي يجي؟ لا موجب هنا؟ سالب واحد سالب صار عليه بزد ماشي؟ هذا تطبيق الكونفولوشن في من؟ بزد ترانسفورم اول سؤال حلينا بالقانون ثاني سؤال شنو؟ اخذنا زد دومين ما ذا المعادلتين وضربناها اكو طريقه ثانيه للحل الرسم واكو طريقه الماتريكس بعد اسهل من الرسم كل السهلة وين الـ X وفين؟ 2 1 0 5 بالعشرة هاي ايش قد؟ 2 2 هذا حل الكونفولوشن هنا طريقة الماتريكس وين الـ X وفين؟ تجيبها وين تخليها؟ بالخط الأفقي سطرها الـ X وفين؟ مضروبة احتيادية 2 في 2 2 في 1 2 في 0 0 بواحد 2 في 2 2 في 1 0 1 في 2 1 في 1 1 في 0 0 وهنا 5 بالعشرة 1 في 2 1 في 1 1 شلون تاخذ الواي اوف ال الاكس اوف ان وينها؟ هاي فوق حطها افقية الاتش اوف ان عموديه تضرب فتح ضرب مصفوفه احتياديه صف العمود شلون تاخذ الواي اوف الان عن طريق الماتريكس صار اريد الواي اوف الان مو كونفولوشن اتش اوف ان اكس اوف ان اريد الواي اوف الان تاخذ القطر هذه
لني. محاور. أول قيمة شقد؟ أربعة. ثاني قيمة؟ أربعة زائد اثنين. ستة. اثنين زائد اثنين زائد صفر. أربعة. اثنين زائد واحد زائد صفر زائد واحد. ثلاثة أربعة. اثنين. شوفه أربعة بستة. أربعة أربعة. اثنين خمسة بالعشرة خمسة بالعشرة. هاي باستخدام الماتريكس. وهاي سهلة. أسهل من بس بعد. حسب السؤال إذا حددلك تبع التجوّر تحين مثلاً الماتريكس أو الطريقة اللي تحدد. وإذا ما حددكم تبكيكم. حسب الوقت حسب الأسئلة. أنا مثلاً نشوف الأسئلة طويلة. فمو تحب الرسم. تحب الماتريكس. مجرد تحط الأكس أوفر وين؟ والواي أو في الأنهاي وفقية الأكس أوف مو تشتبهون ولا تقدر تشتبهون تضرب هاي فيها فتح منصفة اعتيادية القيم مع الواي أو فاندر باكم ما صار يعني هو شرط شرط أحمل نحط له شرط عن الدانة لا يحط له خليه نفس الشيء نفس الشيء هاي خليه لا مو تقدر تقلل مو حد شيء ما يصير والواي أو فاندر أكو واحد ما عرف شلون ناخذها هاي الأقطار لأن المحاور لقطار شو اسمه ما أعرف. هاي الأخيرة شقد بقت؟ تأخذوها هي تمثل بس شنو تجمعوهن؟ مو تأخذوهن كما هن. هاي الساعة 4 1 ها وياها. 4 زائد 2 6. وين؟ ها عفوا هاي وين وفا؟ واحد السؤال ترى طريقة الرسم مع الكونفوليوشن هم سهلة بس طويل بس شنو؟ طويل هاي وين تفيدكم هاي؟ الماتريكس لا إذا مثلا اجاك سيكونس طوله 8 بلسات روح للرسم نتيجة الهاي هاي اسهل مو؟ الرسم يستخدموه دائما بالحل اسئله الكونفولوشن تكون بلساتها قليله مو اكثر من اربعه. اي هي اربعه صار من طويل اسهل. اي ثلاثه او لا بس يعني سبع مرات الرسم. هاي يريد يكتب طريقة حل زين لا بالعكس يعني هذا شيء موجود هذا صفر هذا سالب هذا زين بالعكس
بعد ما وصلنا هذا السؤال صح ليش ما خطي إيه ما الطريقة الأولى قلنا بس الطريقة الثانية ما أدري الطريقة الثالثة بعد أنا خذت كابل هاي استخدمنا الماتريكس وماخذين قبل شنو بس هاي ترجع لوين كيتون هو أخذنا الار او سي قاد تقارب شلون يمثلني على المحاور شلون نعرف النظام ستيبل ولا لا شلون نرسم البول والزيروز وشلون ناخذ الانفيرس نحول من تايم الى زد ومن زد الى تايم بس راح نبدي بموضوع ثاني هو مو جديد عليكم ماخذين تقول اتصالات وسيطرة بس زد ترانسفورم اللي عدة أشكال دي خليطها بالبداية ويسن ماشي؟ لا عزيز ترانسفورم خلاص الزيت خلاص أنا الفريكونسي أنا لايز وفي الديسكريت تايم سيستم شنو الفريكونسي أنا لايز وليش ندرس الفريكوانسي بالاتصالات وبالحاسبات وليش تندرس هي الإشارة السيجنال مالتي شلون أقدر أمثل إذا عرفت أدرس لازم أمثلها مو صح؟ أمثلها بطريقتين أراك هاي الدومين أو شنو؟ فريكونسي دومين طبعا التايم إذا عندي ثلاث إشارات تصير بوصل لا رسم التايم دومين إلى فوائده طبعا والفريكونسي دومين شنو؟ إلى فوائده مثال عملي فرض محطة إذاعية مال راديو ماشي؟ بالسيارة شو يسمونه؟ غير الموجة يعني معناته شنو؟ الإشارة هاي عليها تردد متولدة مرسولة فهنا نبدأ الإشارة مالتي عليها تردد شنو راح أدرس؟ الفريكونسي دومين بس من نبدأ هاي الإشارة ضمن قيمتها ايش قد؟ ضمن فترة زمنية معينة أو عشان درس. التايم دوم إيش يفيدني حتى أعرف بهاي اللحظة الزمنية إيش قد قيمة الإشارة. والفريكونسي دومين حتى أعرف هاي الإشارة على أي تردد معين. ماشي؟ أروح أدرس الفريكونسي دومين. فرضاً إشارتك بدك تحكي بيها بالموبايل هاي. النويز شو يسوي؟ أو تخيلها هيج
مثلا هاي فولتيه معينه وهذا نويز. لا تخيل انه حكيك ما بيه مشكله ماشي، اذا تحكي بالموبايل تسمع واحد يسمع الثاني، تخيل فشي مستمر يعني ماكو اي مشكله، فرضا قلت بعد ما تسمع شويه ورجعت صاب الاشاره ضربها نويز، شلون صارت؟ فشي تخيلي انا عندي هذا الليفل الطبيعي اشاره 60 اللي تجيني بيت ورا بيت، صار بيها على ساعه قلت ما اسمع ما يسمعك، ضربها نويز معين صارت ورجع بعدين حتى اعرف هذا النويز ضمن يا لحظه زمنيه اثر على الاشاره مالتي شو ادري؟ تايم داون ماشي؟ لان هنا اكو زمن وهنا اكو زمن، وانا بدي اعرف الاشاره ضمن يا هنا هنا وين النويز اثر عليها عليها فتره زمنيه حتى ارجعها حتى اعالجها اروح ادرس تايم داون. زين بقى هذا النويز ضمن اي تردد؟ صح ولا غلط؟ اروح ادرس الفريكونسي دومين. فتمثيل الاشارات اما امثلها بالتايم دومين حتى ادرس قيمتها ضمن اللحظه الزمنيه المعينه. وشنو؟ ادرس الفريكونسي دومين. من اخذنا شيفتنج عندنا اكس اوف ان، عندنا اكس اوف الان ماينس 1. هاي شنو هاي؟ هذه تبدي من الصفر. وهاي تبدي من امثل لكم اياها عمليا شلون تصير؟ لا تصير يوميا تصير وياكم. هذا برج التليفون وهذا انت. ماشي؟ هو من المستحيل من المستحيل كل الاشارات اللي تطلع من تليفونك تروح للبرج كلها بخط مستقيم. خط مباشر. صير؟ انت هسه هنا قاعد اكو خط مباشر بينك وبين البرج؟ مستحيل. فايش راح يصير بها الاشاره؟ تنحى في سترينج يصير بعدين توصل. هاي بمن يمثلوها؟ وهاي شنو؟ هاي راح توصل بعدها، يا يوصل اول. الاكس اوف الان ولا الاكس اوف الان ماينس 1؟ الاكس اوف الان. وهاي شنو؟ متأخر ليه صار بيه؟ فهنا شو درست؟ درست تايم دوم. الفورير من يقدر يقول لي الفورير شو يسوي؟ فحتى ندرس الفريكونسي دوم نروح وين؟ على الفورير. الفورير شو يسوي؟ يجمع عدد اشارات حولين الفريكونسي. حط له اشاره واحده. بعد عادي بتاع الفوري ماخذين بالاتصالات شلون؟ اي بس ليش؟ يعني الفوري سووا فد قانون. شنو هذا القانون؟ الاشارات مو كريات وين يدخلها؟ هاي اوبريشن هذا القانون. فوري حط قانون حط رول فتو الاتصالات. ها؟ هو فورير، فورير سوى مو قانون. فورير خلانا نحول الاشاره من بريوديك الاشاره لا هي تمثيل الساين والكوساين بالفريكونسي دومين سهل. مو؟ فورير طبعا مو كل الاشارات الساين والكوساين. بريوديك اكو اشكال. فورير قال اي اشاره وين احولها؟ وبالتالي انت حصل الفريكونسي دومين بسهوله. مو؟ فورير هو هذا عالم حل مشكله شنو؟ الاشارات اللي مو هي ساين وكوساين. ليش؟ لانه تمثيل الساين والكوساين بالفريكونسي دومين سهل، كله سهل. ففورير ايش قال؟ حط قانون معين هو شو يحول؟ اي نوع من الاشاره المه؟
الاسنان والكوسه. كان ينسى راسا بعد اوريدي حصلت شنو اللي في ماسي دومين ودرست الخصائص مال الاشاره مالته. هنا ايش راح نسوي؟ الفورين وين راح نستفاد من عندك؟ اخذنا البريوديك والنون بريوديك. تمثيل الفوريير نوع ام بي. الفوريير سيريس مو والفوريير ترانسفور. هذه اطبقها فقط على البريوديك سيجنال. هذه بول بريوديك اند نون. هي اساسا يعني سووها على مود النون بريوديك يمثلوها بيه من تمثيل الفوريير. من تقول فوريير معناته انت رايح تشتغل وين؟ تحلل اشارتك تمثلها بدلاله الساين والكوساين، وبالتالي راح تدرس شنو؟ الفريكونسي دومين. هل بالتايم بهذه المناسبة؟ اي يعني من نحكي فورير ريبرزنتيشن، تمثيل فورير معناته تمثل الاشاره بالفريكونسي دومين. اشاراتي عندي بريودك عندي نون بريودك، تذكرون في المحاضرات السابقه شو اخذنا؟ الفورير سيريز فقط تطبق من البريودك. يعني انت من تحل من اقول لك فاين فورير سيريز او كذا اشاره. وما اقول لك ثاني بريودك ولا هاي الاشاره، شو تسوي انت؟ تشيك اياها؟ بريودك لو لا؟ اذا بريودك تمشي تشتغل على الفورير سيريز. نون بريودك تقول اسف ما اقدر احل لك اياها. في الفورير سيريز هاي وين؟ فورير ترانسفورم اثنيناتهم. شنو قانون الفور هسه مين يقدر يقول لي الفور البريودك شلون مثلناه قانونها؟ الاكس اوف الان شو تساوي لي؟ لا اكس اوف الان ها لا لا البريودك سيجنال شلون اعرفها؟ خلينا عليها امثله. مثلا زائد تاو. لا 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 زائد شنو؟ ها؟ اذا الاشاره دوريه قلنا لازم شو تساوي لي؟ الاكس اوف الان زائد ان كابيتال لكل قيمه الان. يعني شو الان كابيتال شو تساوي؟ سيتوها؟ قانون البريوديك ولا بريوديك؟ بس يعني انت قاعد تحكي عن البريوديك بالفريكونسي دومين. بس الفوريير تمثيله بمن؟ بنت حالتي، اما سيريز او ترانسفورم. السيريز وين؟ فقط البريوديك. حتى اعرف الاشاره بريوديك لو لا شو اسوي؟ اطبق هذا القانون. تعرف الاشاره بريودك لازم الاكس اوف شو يساوي لي؟ الاكس اوف الان سمول زائد الان كارتون. واضح؟ زين بقى الفورير سيريز شنو قانونه؟ الاكس اوف الان شو راح تساوي لي؟ بالاخير تشوفون لو اصعد هذا الخط شو راح اجر خط منه؟ الاكس اوف الان شو راح تساوي؟ سي كي هاي بالاي والسالب جي ها؟ شنو؟ ما راح نحل مثال بس كي يساوي فورير سيريز يطبق علينا بريودي.
البريودك لازم شيء شيء حقق يا شرط. هذا الشرط، هذا الشرط هذا شنو؟ شرط البريوديك. كل x اوف ال n لازم يساوي x اوف ال n لكل قيم ال n سمول وال n كابيتال هي نمبر اوف سامبل. زين x اوف ال n اذا طبق هذا الشرط ايش راح تساوي لي؟ هذا في حالة شرط البريوديك. واضحة؟ إذا جيت وشفت هذا الشرط ما يصير، ما راح تكمل على هذا الفضل. هناك شو تقول؟ تقول هذه الإشارة نون بريوديك وبالتالي ما أقدر أخذها فورير سيريز. زين سي كي شنو؟ الفورير معامل الفوري قانونه الى قانون. واحد على ان سماه شيء يساوي صفر إذا طبق شرط البريودي شي طبق يا قانون الاكس اوف الان شو راح يساوي؟ الكي يساوي صفر الان ناقص واحد وهذا هذا شنو؟ سي كي هو الفورير معامل الفورير قانونه واحد على ان هذا شو يعطيني؟ معناته دا امثل الاشاره بيمن بالفريكونسي دومين. شلون عندنا قانون مو يسال ثيتا شو يساوي لي كوساين مو وبالتالي شنو بالتالي الاشاره ايش راح تصير بالكوساين والساين ويكون شنو؟ تحويلها للفريكونسي هذا بيشي ها؟ لا لا هاي الموضوع ما له علاقة بهذا هذا له قانونه وهذا له قانون أدري ناخذ هذا وهذا ناخذ حسن السؤال لا 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 هذا فقط طيب اليوم قاعد اخر عندنا قاعد عندنا شنو يعني درس يا درس يا هسه ها لا انا احنا دي اس بي كلها فاكتور
لا اقول لك طلع لي الفوريير سيريز مال هاي المعادله شو تسوي؟ افحصها شلون افحصها؟ على هذا الشغل شو اسوي هسه؟ اكتب لك ساين ثلاثه ردوا لي اشيل الان شو اسوي؟ كل ديك العين شلتها خليت المكان عين زال عين كابتن هذا الشغل افتح الاقواس شو اسوي؟ جذر 3 2 باي للعين زائد جذر 3 2 باي للعين كابتن شلون اعرفها دوريه ولا لا؟ شو اسوي؟ شاركتكم وياها حتى اعرفها دوريه ولا لا؟ شو طلع؟ قيمة الاين كابتر هاي ما لها علاقة بالان سمول بيها شو تساوي لي؟ جذر 3 على 2 باي للاين كابتر بمن اساويها؟ لا 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 ام تي 2 باي راجع المحاضرات حتى اعرف هاي الاشاره دوريه شو اسوي؟ اشيل الان شو احط بمكانها؟ انزل الان كابتر الدور اخذ الان كابتر الى ما اساويها؟ الان في 2 باي طبعا لازم الان والان عدد صحيح يطلع لك حتى تقول اشاره دوريه بيصير كسر زين الان ايش راح تساوي؟ هاوية هاي راحت تساوي 4 على جذر 3 للان مو؟ باي باي تروح زين ايش قد شو اقول هسه؟ شفروا شلون اطلع هاي؟ هاي تطلع عدد صحيح لو لا؟ لا ليس جذر 3 عدد صحيح تفرضه اي بس من الان عدد صحيح انت تريد الان عدد صحيح فرضيه الان عدد صحيح مو اي فرضيه هاي واضحه بس هاي بريودك ولا لا ليش ما يصير اقول الام شو يساوي لي جذر 3 وبالتالي الان ايش راح يساوي لي لان هذا مو عدد صحيح هذا 1 point something مو فانا ايش اقول الان والام عدد صحيح عدد كنت تفرضه عدد صحيح ما تفرضه شنو غير صحيح وبالتالي هذه اشاره انتقل لهي المرحله ولا لا شو تقول الفوريير سيريز لا تطبق على هاي السيجنال عندكم سؤال؟ هاي انتبهوا لهاي هنا الام